في أكثر من محاولة للاستيلاء على السلطة، أساءت التنظيمات الإخوانية إلى قيم الإسلام الحنيف. هكذا أكد الكاتب عبد الحميد توفيق في مقاله ارتدادات الحدث التونسي. وأوضح توفيق أن محاولات استعادة الدولة التونسية كيانها من مخاطر الانزلاق الذي كانت تهيئ له حركة النهضة الإخوانية لا تتوقف، وتابع أن هذه التنظيمات سلكت دروب الفساد ولم تقم وزناً لأوطانها ولا لمصالح مجتمعاتها، ولم تتردد في الإفصاح عن ارتهانها لجهات خارجية طالما أن ذلك يلبي نزعتها ويحقق هدفها بالاستيلاء على السلطة. وقال توفيق إنه مع ركوب أذرع التنظيم موجة ما يسمى الربيع العربي في تونس ومصر وسوريا وليبيا بدا الخراب الهائل الذي أحدثته في تفاصيل حياة تلك البلدان وشعوبها ومكوناتها الاجتماعية. وأضاف أنه بقدر تعرية هذه الأحداث للطبيعة الإجرامية لعناصر تنظيم الإخوان، فإن مشهد الخراب ولد ردات فعل غاضبة ورافضة لسلوكياتهم وأساليبهم وأيديولوجيتهم المزيفة. ولفت توفيق إلى أن تصدي النموذج المصري لإرهاب الإخوان منذ نشأته قبل 90 عاماً وطي صفحة حركة النهضة الإخوانية في تونس يعد تأكيداً لفشل التنظيم وأذرعه في حكم أي بلد. وتابع أن التجربتين الفاشلتين للإخوان في مصر وتونس تحسمان الجدل بشأن مستقبل التنظيم وتحملان دلائل إفلاسه وعجزه. وأشار توفيق إلى أن كسر المشروع الإخواني في تونس بعد هزيمته في السودان ومصر سينعكس إيجاباً على سوريا وليبيا مستقبلاً، وسيشكل هزيمة لمشاريع الإسلام السياسي في المنطقة برمتها. ودعا توفيق إلى دعم القرارات التونسية وتحصينها لقطع طريق العودة على فلول الإخوان، فضلاً عن استثمار انهيار سمعتهم شعبياً وعلى المستوى الوطني.